إلى التربية، حيث اشتكى أولياء التلاميذ دوار الجباس في بلدية جميلة ولاية طسطيف من غياب النقل المدرسي للأطوار الثلاث، وما زاد من معاناة الآباء بعد المسافة بين المدرسة والمسكن الأم الذي جعلهم يتركون العمل للوقوف إلى جانب فلذات أكبادهم. التفاصيل في ميكروفون فارس شايب. ما ندرس النقل المدرسي، رانا نعانيو يعني من الجباس للجميله حوالي واحد 7 كيلو ولا 8. رانا ديما واحد عنده زوج، واحد ثلاثه، كل يوم واحد تعطي له 15000 ولا 10000. رانا نعانيو ابتدائي هنايا ما عندهم لا حشاك طوالات لا كيما يقولوا لا بلايص تاع ونيه بلايص على الراحه لا كذا. وعندنا طور تاع متوسط وطور ثانوي، عندنا اشكاليه تاع النقل وعندنا الريسك ثاني. اصدر تعليمه قال لك النقل المدرسي والنقل وللاطعام هذو ما نهدرش عليه مره، وحنا راه مقرب يعطيهم العطله ومازالوا ما وفروش النقل المدرسي لاولادنا. رانا الناس هنا راهم كاين اللي ما عندهمش، راهم زوالية، راهم الله غالب عليهم.